السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. ما تنسوش إخواني تضغطوا على زر إعجاب باش الفيديو يطلع ويحقق نتائج إيجابية. أما بالنسبة للإخوان اللي كيشاهدونا لأول مرة، إذا ما حسيتوا على أننا كنقوموا بمجهود كبير باش أننا نوصلوا المعلومة، فما تنسوش تشاركوا بالقناة باش تساعدونا أننا نطوروا هذا المحتوى. بشعار عاش المغرب لا عاش من خان ولا غالب إلا الله، والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين، نمر إلى أبرز العناوين. القوة الضاربة، جزائريون يجرون وراء شاحنة توزيع الحليب، ونشطاء جزائريون ينددون. محاولة حريق جزائريين عبر الحدود المغربية، والجنود يتدخلون. صور لقطارين في تمن راس بالجزائر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتأتي بالعديد من الجيمات، فما حقيقته؟ قائد الجيش الجزائري ينفت سمومه تجاه المملكة المغربية من جديد. بعد أن سحبت وأعادت البيرو تجدد سحبها الاعتراف بجمهورية الصناتلية وإصلاح ما أفسده الرئيس السابق. المرزوقي، الجزائر تبيع الوهم للصحراويين ولا يمكن قيام ما يسمى الجمهورية الصحراوية. النظام العسكري العجوز في الجزائر في ورطة كبيرة، الجنرال الدموي خالد نزار يحتضر وشنقريحة يبعده من العاصمة الجزائرية لهذا السبب الخطير. هكذا زرع الملك محمد السادس الرعب في الكبرنات، وهكذا تركوا ابنهم إبراهيم غالي وحيدا منفردا. سكان مخيمات تندوف تستغيث بالفيديو. خلينا من تخربيق، المملكة المغربية هي السبب الرئيسي في العلاقات المقطوعة بين الإمارات والجزائر، والهجوم الشرس لعبد المجيد تبون على الإمارات وقمعات تاريخية قام بها بن زايد لتبون أثناء رحلته إلى الصين. التطبيع مع إسرائيل، برلمانية تونسية تدخل النظام العسكري الجزائري إلى جحر في رد قوي. المخابرات الألمانية تصفع الجزائريين وترفض التعاون معهم بخصوص الملف الصحي للرئيس الجزائري تبون. قطر تعرب عن استعدادها للعب دور الوسط بين المغرب والجزائر لرأب الصدع. مغربية الصحراء هذا شيء لا جدال فيه، ولكن كنا ننتظر من كولومبو أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كما تؤكد بأن الصحراء كانت دائما مغربية وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات، مهما كلفنا ذلك من تضحيات. مرحبا بكم إخواني الكرام في فيديو جديد. تجددت أزمة الحليب المدعومة في الجزائر، حيث يضطر الكثير من المواطنين إلى النهوض مبكرا من أجل الظفر بكيس حليب في مشهد يثير الكثير من الجدل. ونشر الصحفي الجزائري وليد كبير منشورا في منصة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس شريط فيديو يوثق ملاحقة مواطنين جزائريين لشاحنة توزيع الحليب، وتأسف الصحفي المعارض لهذه المشاهد الصادم، وقال في تغريدة على موقع إكس: مؤسف جدا ما يحدث في بلادي، مواطنون يجرون وراء شاحنة توزيع الحليب واضعا علامة استفهام. الفيديو من جنوب البلاد حيث البترول والغاز دل ما بعده دل، واستطرد ثم تأتي كالنخبة المنبطحة فتطيل لسانها وتحدث دون خجل وحياء عن دول تفوقت بكثير عن الجزائر التي يحكمها النظام الفاشل، بإشارة واضحة إلى المملكة المغربية. ويمتعد الجزائريون من تكرار ندرة الحليب والاضطرار إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على الحليب المدعم أو ملاحقة الشاحنات للظفر بكيس حليب واحد. وبالرغم من توفر الحليب المنتج من طرف الشركات الخاصة
إلا أن المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف يفضلون شراء الحليب المدعم من قبل الحكومة بسبب انخفاض سعرها. الفيديو الظاهر أمامكم يظهر محاولة شابين جزائريان اجتياز الحدود المغربية الجزائرية في منطقة بيل الجراف قرب مدينة مرسى بن مهدي بوصاي سابقا المقابلة لمدينة السعيدي. كما تلاحظون تم إيقافهم من طرف حرس الحدود المغربية، ثم قدم أحد أفراد حرس الحدود الجزائري لإبعادهما عن السياجة أمام أنظار زوار المكان الشهير الذي أضحى قبلة للسياحة من الجهتان، بعد أن كان وما زال المكان المفضل للقاء العائلة التي قطعت أرحامها جراء إغلاق الحدود البرية منذ صيف 1994. رواد السوشيال ميديا يتداولون الآن صورا لقطارين يزعم أنهما في مدينة تمن راس الجزائرية في الجنوب. يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور يدعي نشرها أنها تظهر قطاران يعملان على خط سكك حديد في مدينة تمن راس في أقصى جنوب الجزائر. ويبدو في الصورة قطاران حديثان يسيران على سكة حديدية في منطقة صحراوي. وعلق نشرو الصور بالقول قطار تمن راس الجديدة. وحصدت الصور تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد أمر سابقا بالبدء بدراسة لتوسيع شبكة السكك الحديدية بين العاصمة وتمن راس بحسب مواقع إخبارية جزائرية. ما حقيقة هذه الصور المجدول؟ بحسب ما نشرته خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس بريس، فقد أظهر التفتيش العكسي عن الصورة إلى نسخة منها منشورة على موقع جزائرية، لكنها تخلو من القطاران المتواجدان في المنشورة المضلل الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما على صفحة جزائرية. وقد عمد ناشر الصور بالسياق المضلل في إضافة القطاران ليبدو وكأن أعمال بناء السكك الحديدي قد انتهت. في خرجة جديدة لرئيس أركان الجيش الجزائري سعيد خان زريح، عاد العسكري الهرم إلى شرار أسطوانة العداء تجاه المملكة المغربية الشريف عبر النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية الأبي. وقال الجنرال العجوز خان زريح في كلمة الله خلال فعالية المؤتمر 11 للأمن الدولي بالعاصمة الروسية موسكو عبر تقنية التحاضر عن بعد بخصوص قضيه الصحراء المغربي، إن إفريقيا تسعى إلى استكمال مسار تصفية استعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا وهي الصحراء، العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي بحسب زعمه وكذبه وهرطقتها. الجنرال الطاعن في السن يعد من العسكريين الأكثر عدوانية تجاه المملكة المغربية لعدة اعتبارات، أبرز ودعمه المتواصل لجبهة البوليساريو فضلا عن انتمائه لجيل الحرس القديم بالجزائر الذي أسهم في بناء عقيدة العداء للمغرب، خاصة بعد حرب الرمال التي شارك فيها سنة 1963 ميلادي والتي تم أسرها من طرف القوات المغربية الباسل. بعد إقالة واعتقال الرئيس البيروفي السابق الموالي لساندالسان بيدرو كاسي، دعا الكاتب الصحفي ريكاردو سانشيسير الرئيس الجديد إلى سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية ساندالسان ووضع حد للأزمة الدبلوماسية الخانقة بين المملكة المغربية وجمهورية البيرو. وفي مقال بعنوان البيرو والمغرب علاقة أفسدتها عوامل أيديولوجي، قال ريكاردو سانشيز سيرا أن الرئيس الحالي ما زالت لم تقم بإصلاح الأضرار التي ألحقها سالفها بالعلاقة مع المغرب، مشير إلى أنه يتعين عليه وبشكل مستعجل اتخاذ قرار بهذا الشأن دون الارتهان إلى مواقف أيديولوجية لطالما ألحقت الكثير من الأضرار بالعلاقات الدولية. وأضاف كاتب المقال سانشيز سيرا الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين البيروفيين أن الخارجية البيروفية تعلم أن الجمهورية الوهمية
كيان شبح لا وجود له على أرض الواقع ولا يتوفر على شروط ومقومات الدولة وفقا للقانون الدولي. وشدد الصحفي المعروف في مقال له على أن الكيان الوهمي ليس عضوا في الأمم المتحدة، وقد يس الصحراء مطروحة بين يدي الأمم المتحدة، مذكرا بأن الموقف التقليدي للبير كان دائما موقف الحيادة الإيجابية، واعتبر أن البير بإعادة العلاقات مع كيان لا وجود لها تكون قد لجأت إلى لعبة الروليت الروسي لتدمير علاقات تقليدية جيدة ولمعاكسة الوحدة الترابية للمغرب، موضحا أن هذا التهور في العلاقات تسبب فيه على الخصوص الرئيس السابق كاسي المعزول من قبل البرلمان والمعتقل بتهمتي التآمر والتمرد، وذلك لاعتبارات أيديولوجية محض. وضد مصالح البيرو نفسها تم إفساد العلاقات الجيدة مع المغرب. وقال الكاتب: كيف لبلد تحترم نفسها أن تعترف بجمهورية وهمية تم سحب الاعتراف بها وتعود مجددا لتعترف بهذا الكيان، متسائلا أن هذه هي الصورة التي تحاول البيرو إبرازها دوليا. وأضاف: هناك عوز كبير في الجدية والانسجام والحس السليمة. وتساءل من جديد إن كانت البيرو جديرة بثقة المجتمع الدولي بعد هذه الخطوة المتهور. قال منصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق: إن ما يسمى دولة الصحراء الغربية لا يمكن أن تقوم، مؤكد أن الصحراويين المتواجدين في تندوف هم رهائن ويجب عليهم أن يتراجعوا ويعودوا إلى بلدهم المغرب. وأبرز المرزوقي في تصريح إعلامي أن كلمة المغرب الأوسط والأدنى هي كلمات استعملها المرابطون لتحديد أماكن تواجدهم نسبة للمغرب الأصل، مضيفا أن اسم المغرب هو اسم للمغرب وللمغاربة فقط. وشدد أول رئيس للجمهورية التونسية ما بعد الثورة أن هناك مغرب واحد هو مغرب القائم حاليا، والنظام العسكري الجزائري يبيع الوهم للصحراويين. كشفت مصادر إعلامية مطلعة أن الجنرال الجزائري السابق وزير الدفاع والعضو في المجلس الأعلى للدولة في النظام العسكري من 1992 إلى 1994 المتهم بممارسة التعذيب والاعتقالات التعسفية خالد الزهر البالغ من العمر 85 سنة يعتذر. وأوضح أن أحد أقارب خالد نزار أكد على أنه لا يوجد شيء آخر يمكن القيام بها، لا فائدة من نقله للخارج، بالإضافة إلى ذلك فهو ممنوع من مغادرة التراب الجزائرية مثل العديد من كبار المسؤولين الجزائريين السابقين. وتابعت المصادر ذاتها أنه بعد أن شعر خالد نزار بأن نهايته اقتربت لم يستطع مقاومة الدعوة التي أرسلها إليها مبعوثان خاصان للفريق السعيد شنقرح رجل اللحظة القوي في الجارة الشرقية لمغادرة العاصمة الجزائر والذهاب إلى سريان مسقط رأسه لقضاء ما تبقى من عمرها. ورأت أن موت أكثر الرجال عارا في الجزائر من شأنه أن يحرج النظام العسكري الحاكم في البلاد، سيكون من المستحيل عليها تنظيم جنازة تليق برتبة عضو سابق في المجلس الأعلى للدولة من 92 إلى 1994 ووزير الدفاع الوطني السابق من 1990 إلى 93 ورئيس الأركان العامة للجيش من 88 إلى 1990 نظرا لسجله الدموي. الطغمة العسكرية الحالية التي تسعى يائسة لإقناع الشعب بأنها مختلفة عن سابقتها لن ترغب في جذب المزيد من العداء من قبل المواطنين من خلال تنظيم جنازة رسمية لأولئك الذين تركوا وراءهم إجراءات قانونية مفتوحة في محكمة بيرن في سويسرا، حيث حكموا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ أكتوبر 2011 حسب المصادر ذاتها. فلهذا فهي ترى في جنازة الجنرال نزار مخاطرة كبيرة بالتحول إلى أعمال شغب شعبي، حيث أن الرجل حتى لو مات سيستمر إثارة الشعور بالكراهية والانتقام بين آلاف من ضحايا سنوات الحرب الأهلية الدموية في الجزائر. وجد الانفصالي يرخيص إبراهيم غالي
نفسه وحيدا يخطب ويكرر وعيده للمغرب بعدما تخلى النظام الكبرنات وأزلم عن حضور افتتاح واختتام ما يطلق عليه خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية الجامعات الصيفية والتي تنظمها ميليشيات صندلستان ببومرداس بالجزائر. ورغم أن النظام العسكري دعا من خلال مراسلة مسربة ومؤرخة في 31 يوليو 2023 توصل بها مدراء الجرائد الجزائرية من لدن مدير وسائل الإعلام التابعة لوزارة الاتصال في الجارة الشرقية إلى الحرص على إفراد تغطية إعلامية واسعة لهذه المناسبة التي يجرى تخصيصها للهجوم على المملكة المغربية، إلا أن الكبرنات وتابعيهما اختاروا سياسة المقاعد الشاغرة وتركوا الانفصالية الرخيصة يهرطق وحده الاثنين الماضية 14 غش 2023. وتخلف المسؤولون الجزائريون عن الجلسة الختامية عن حضور اختتام الجامعات الصيفية للصندلية، وهو نفس الأمر الذي تم خلال افتتاح هذه التظاهرة التي احتضنها النظام العسكري الجزائري بين 13 و14 غش الجارية في منطقة بوادو بولاية بومرداس. وفي ذلك ما يشي أن النظام العسكري يفعل ما لا يقول ويقول ما لا يفعل. كذلك غاب ممثلو الأحزاب السياسية الجزائرية عن الجامعات الصيفية للصندلية التي جرى ترسيخها من لدن النظام العسكري بكاية في المملكة المغربية منذ 2009، غير أن الفتور الذي دب في الكبرنات بشأنها يعود إلى وقوفهم على عدم جدواها في ظل الانتصارات الدبلوماسية التي يحققها المغرب على أرض الواقع بدل حرب المواقع والخطابات الجوفاء مثل التي ألقاها الانفصالي الرخيص إبراهيم غد وحيدا بعدما تخلى عنه المسؤولون الجزائريون. تعيش ساكنة مخيمات الذل والغبر والعجاج ظروفا مزرية ولا إنسانية، في حين أن أبناء القادة والمقربين من دائرة السلطة يعيشون حياة الرغد والسفرية بالخارج على حساب معاناة الساكن. وتطالب العديد من الأصوات داخل المخيمات بإنصافها من البطش والظلم الذي تعيشه السكان منذ سنوات، لدرجة أن العديد منهم يحاولون بين الفينة والأخرى الفرار والعودة إلى المملكة المغربية، لكن يتم سجن المعنيين ومنعهم بشتى الطرق غير الحميدة. ووفق شريط فيديو قصير تم نشره على صفحة منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات دوفة المعروف اختصارا بمنتدى فرصتنا، فإن أحد السكان يستنجد ويستغيث لإنقاذهم من مخيمات الأحمد. وأورد المتحدث في ذات الفيديو الذي يسمع منه صوته فقط أنهم لا عمل لهم ولا شيء يشغلون به أوقاتهم غير التخمام، مبرزا بالقول بغينا للقدنا من هذا الحجر ومن عصابة إبراهيم غد لمتربع العرش، أرجعنا نسرق ونتدين ونطلب. وأضاف هنا مسرحية ومهزلة، هنا مكينة لا قانون لوال بحسب تعبيره. وأردفت صفحة فرصتنا الفيديو بمنشور جاء فيها نداءات متكررة ومناشدات فردية وجماعية تتوحد في طلب الإعانة والاستغاثة من الوضع المزري بالمخيمات. ويؤكد المصدر ذاته أن ساكنة المخيمات تطالب بالإنقاذ من تسلط القيادة ومن حياة الذل والمهانة التي يعيشونها في وقت يتمتع فيه المسؤولون وأبنائهم بحياة الرفاهية. مسترسلا الأصوات تطالب من الجميع إخراجهم من المخيمات ومحاسبة القضاء نظير ما تفعله من جرائم في حق الصحراويين فوق التراب الجزائري بين قوسين. يذكر أن سكان مخيمات الدل والغبرة والعجاجة عاشت خلال الأيام القليلة الماضية انفلاتا أمنيا غير مسبوقة حول المنطقة إلى حلبة للاشتباكات المسلحة بين عصابات تهريب المخدرات وبؤرة سوداء للسرقة المتكررة التي طالت ممتلكات اللاجئين على أيدي ميليشيات تابعة لعصابة البوليس. وأضاف المنتدى في بيان لها أن المواجهات المسلحة بين العصابة أصبحت مألوفة لدى سكان المخيمات في ظل غياب الأمن وتفشي الفساد وتورط كبار قيادات البوليساريو في بيع وتهريب المخدرات، مما يجعل المجرمين يتلقون الحماية منهم ويستمدون جرأتهم من العلاقات مع مسؤولي البوليساريو. الأمر الذي نتج عنه الانفلات أمني واضح أدى إلى إصابة وجروح واعتداء على ممتلكات الغير، إضافة إلى جرائم الاختطاف والاغتصاب دون أي حساب أو متابعة، يقول ذات البيان. وشدد منتدى فرصتنا على أن هذا الواقع الأمني المتردد
يسائل النظام العسكري الجزائري الذي يحمي ميليشيات البوليسات ويطلق يدها داخل المخيمات ويكتفي بالتفرج عن بعد في استحقار وتعنيف الصحراويين وتعريضهم لشتى أصناف السرقات المقرونة بالإهانة العلنية. ناهيك عن الاستعمال المتكرر للأسلحة في تصفية الحسابات وما يخلفه من أثار نفسية على الأطفال الصغار والنساء والشيوخ. نشر موقع الجيري باريت مساء أمس الثلاثاء خبرا حصريا كشف فيه عن تداعيات القرار المتهور الذي أقدم عليه نظام العسكري بالجزائر بعدما قرر طرد السفير الإماراتي، وهو الخبر الذي نشرته قناة الناهيق الجزائرية قبل أن تسارع لحذف وتسارع خارجية نظام العسكر بدورها لتنفي الخبر. وقال الموقع الجزائري المعروف بنشر العديد من التحقيقات المثيرة والمتعلقة بجرائم وفضائح جنرالات قصر المرادي دفعت بقضاء نظام العسكر الجزائري لإصدار حكم بالإعدام ضد مالك عبد الصمار. إن الجزائر ومنذ عدة أسابيع تشن حملة إعلامية عنيفة وبغيضة للغاية ضد الإمارات العربية المتحدة، ووفق ذات المصدر فإن هذه الحملة بدأت نهاية شهر يونيو الماضية بأخبار مزيفة أعلنت عن طرد السفير الإماراتي الموجود في الجزائر العاصمة، لكن هذه الحملة المناهضة للإمارات لم يكن أن يسميها المختصون في الاتصال والجغرافيا السياسية حسب ذات الموقع تقرع الإمارات، اتخذت بعدا مخيفا في الجزائر تماما وتعزز الاتهامات البغيضة ضد أبو ظبي وتضاعفت من يوليوز المنصرمة ومطلع غش جارية بسبب قرار مهين من السلطات الإماراتية للرئيس الجزائري. وتمكن موقع الجيري باريت من أن يؤكد عبر التحقيقات التي أجرها أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اقترح القيام بزيارة رسمية إلى أبو ظبي لطي صفحة الخلافات والتوترات القائمة بينه وبين كبار الشخصيات في الإمارات العربية منذ سنة 2020، لكن مشروع الزيارة الرسمية هذا أبطله الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي رفض تخصيص استقبال رسمي لعبد المجيد تبون. وقد تم قدات المصدر دعوة الرئيس الجزائرية لأخذ قسط من الراحة فقط في أبو ظبي خلال رحلته الطويلة إلى الصين، ووعدت السلطات الإماراتية الرئاسة الجزائرية باستقبال ينظمه كبار الشخصيات من الرتب الدنيا، لكن محمد بن زايد الرجل القوي في الإمارات العربية المتحدة لم يرغب في تنظيم أي لقاء رسمي مع عبد المجيد تبون. وقد عاش نظام العسكر الجزائري بحسب ذات الموقع هذا الموقف باعتباره ازدراء حقيقي تجاه الجزائر، وفي عقاب هذا الحادث الدبلوماسي الذي اعتبره مسيئا للجزائر والذي تم تمريره في صمت من قبل السلطات الجزائرية تم تنظيم حملة إعلامية غير مسبوقة ضد الإمارات من قبل أجهزة الدعاية التابعة للنظام الجزائري كرد فعل على هذه المدلة والمهانة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للرئاسة الجزائرية. ويشار إلى أن قناة الناهيق الجزائرية كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء 20 يونيو الماضية أن الجزائر طلبت من سفير دولة الإمارات مغادرة التراب الوطني ومنحته 48 ساعة لمغادرة الجزائر بسبب اعتقال 4 مواطنين إماراتيين كانوا يتجسسون لصالح أجهزة الموساد التابعة للاحتلال الإسرائيلي وفق القناة الجزائرية، لكن لم تمر 24 ساعة عن نشر هذه الخبر حتى قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإقالة وزير الاتصال بعد أن نفت السلطات صحة الخبر وتم تقديم وزير الاتصال ككبش فداء. وأوضح موقع الجيري باريت أن البيان الصادر آنذاك لم يكن واضحا بشكل جلي أسباب هذا القرار، أشير أنه إذ بدأ أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وأبو ظبي في يونيو الماضية مجرد أخبار مزيفة، فإنه في غش 2023 من المرجح أن تتحقق هذه الفرضية على الساحة الجيوسياسية. وقدم مدير نشر موقع الجيري باريت في ختام مقالها مقطع فيه يكشف فيه مجموعة من المعلومات الحصرية حول الخلافات الرئيسية التي تغذي التوترات الدائمة في العلاقات التي تربط الجزائر بالإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن هذه التوترات تتعلق بشكل أساسي بثلاث قضايا جيوسياسية حساسة للغاية بالنسبة للجزائر: الدعم العسكري والمالي الإماراتي للمغرب وتدخلها المتزايد وبشكل كبير في تونس، الضغط الإماراتي القوي على موريتانيا لصالح تطبيع علاقاته هذه الدولة المجاورة للجزائر مع إسرائيل.
ردت البرلمانية التونسية فاطمة المسد بقوة على تصريحات عبد القادر بن قري رئيس حزب حركة البناء الوطنية الجزائرية الذي حذر من تطبيع تونس مع إسرائيل، مشددا على أن السياسة الخارجية التونسية مسؤولة عن قراراتها بعيدا عن تدخل أي طرف آخر. وأوضح في تصريحات صحفي أن السياسة الخارجية التونسية والقرار التونسية لا دخل لأي حزب من دولة أخرى بها، متابعة فليمارسوا سياستهم وخطابهم بعيدا عن سياستنا. وشددت على أن كل من يأتي من خارج المؤسسات الرسمية التونسية هو مجرد أقاويل لا تعني تونس مهما كان مصدره. ويأتي هذا بعد أن أعلن رئيس حركة البناء الوطنية الجزائرية المشارك في الحكومة عبد القادر بن قري أن لديه معلومات استخباراتية بخصوص تطبيع وشيكل تونس مع إسرائيل بعد أن زارها مسؤولون بدولة خارجية مؤخرا بإشارة واضحة إلى الإمارات. وقال بن قري الذي يشارك حزبه في الحكومة الجزائرية في ندوة عقدها بخصوص تداعيات الأزمة في النيجر أن تطبيع تونس مع دولة إسرائيل سيكون نتيجته وجود الجزائر في حالة لا أمن ولا استقرار. ويذكر أن إسرائيل وتونس عقدتا في الماضي علاقات دبلوماسية جزئية في أعقاب اتفاق أوسلو، فتحت الدولتان مكتب مصالحة في تونس وآخر في تل أبيب في 1996، لكنها أغلقته بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000. رفض جهاز المخابرات الفيدرالية الألمانية بشكل قاطع التعاون مع مخابرات الجزائرية في الملف الدقيق للحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبونة ومتابعته الطبية، حسب موقع ماغريب انتليجنس. وحسب ذات المصدر فإنه فقد غادر اللواء مهنا جبار رئيس المخابرات الخارجية الجزائرية أي مدير التوثيق والأمن الخارجية برلين خالي الوفاد، حيث كان قد ذهب مؤخرا رفقة العديد من المساعديها إلى مقابلة محاوريه دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية ودوائر تبادل المعلومات التي يجب إنشاؤها بين الوكالتين تحسبا للفحوصات الطبية المستقبلية التي يرغب الرئيس الجزائري في إجرائها في ألمانيا البلد الذي تم نقله منها إلى المستشفى أكتوبر 2020 حتى فبراير 2021 بعد إصابتها بأخطر أعراض كوفيد-19. ذات المصدر أكد أنه تم تنظيم اجتماعات سرية بين المخابرات الألمانية والجزائرية في برلين لتأسيس مشروع تعاون بين الجهازين فيما يتعلق بملف الطبي الدقيق لتبونة الذي يغذي مخاوف كثيرة داخل النظام الجزائري من خلال تسريبات المحتمل الذي يمكن أن تنال بشكل خطير من مصداقية الطموح الذي يغذيه رئيس الدولة الجزائرية في أن يظل في منصبه لمدة 5 سنوات أخرى. وأكد المصدر أن الرئيس الجزائري سيبدأ قريبا سلسلة جديدة من الفحوصات الطبية مع مؤسسات ألمانية متخصصة من أجل تعميق فحصه الطبي وبدء فحص طبي جديد معمق توقعا بالمواعيد السياسية الاستراتيجية المقبلة التي تنتظرها على رأس الدولة الجزائرية ولا سيما الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ويؤكد المصدر ذاته أنه على ضوء السياسة المعادية للغرب التي ينهجها النظام الجزائري من خلال توافقه مع موقف روسيا فلاديمير بوتين، فإن السلطات الجزائرية تخشى من أن السلطات الألمانية لم تعد ترغب في الحفاظ على السرية الطبية للرئيس الجزائري. وهكذا طالبت المخابرات الجزائرية عقد اجتماع عمل مع مسؤولي دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية من أجل التمكن من إبرام اتفاق تعاون وسرية، وهو الطلب الذي لم يتم قبوله من قبل مسؤولي دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية الذين أحالوا محاوريهم الجزائريين إلى الحكومة الألمانية موضحين لهم أن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية ترغب في التعامل فقط مع الموضوعات المتعلقة بمسائل الاستخبارات وبالتالي ترفض أي نقاش حول الملفات السياسية. أكدت قطر أنها مستعدة لقيادة أي وساطة بين المغرب والجزائر لتقريب وجهات النظر بين البلدين ورأب صدع، وأنها منفتحة على أي طلب في الموضوع. وقال وزير الشؤون الخارجية القطرية تصريح لوسائل الإعلام أن العلاقات العربية البينية يجب أن يكون عنوانها الرئيسي التفاهم المشترك،
وأن الدوحة ملتزمة بأي دور يطلب منها أو يمكنها تحقيقها في إطار هذه الرؤية المتعلقة بالمنطقة وفق ما نقلتها القدس العربية. وأكد وزير الخارجية القطرية أن رأب الصدع بين الأشقاء يمثل اهتماما رئيسيا لدولة قطر، مشيرا إلى أن الرسالة بين الدوحة والجزائر تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وسجل ماجد الأنصار أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر تلقى رسالة خطية من عبد المجيد تبونة الرئيس الجزائري تتصل بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. من جهة أخرى، بعث الملك محمد السادس نصره الله وأيدها رسالة خطية إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وذكرت وكالة الأنباء القطري أن هذه الرسالة تتمحور حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. وأوضحت الوكالة أن الرسالة الملكي لجلالة الملك محمد السادس سلمها سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله بالديوان الأميرية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش شاركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش نواصلوا قدما إن شاء الله. دمتم برعاية الله إلى حلقة غد إن شاء الله.